وراسي ابيض بالشيء. منيش من راحه انا كنا نقف بحذا المنصف المرزوقي ويولدني ولاده عمره واش 70 سنه نبين انا اكبر منه. منيش تعب والتخمام ستريس وقله الوجد فهمتني. مونجي مونجي وصلتي باه. دخلت المارشي عمري 16 عام باه. نخدم في المارشي نتاع هذايا في الخضره. كان خدمت مثلا خاصه الخدمه هذه كان خدمت راك تاكل تعيش. اما بالتعب قومين بكري من ماضي ساعتين ماضي ثلاثه تعرف مارشي دي جرو تجيب السلعه وتجي وتقف الريتم اللي مشيت انتم الصباح والله تو نقعد قسما بالله تو نقعد. تروح تلقى المشاكل في الدار ها ولد ناقص حاجه هاي مرأة مريضه ها طلبات ها وماء ها وضو سيناسيس ها وعيد ها يعني الواحد يكبر من غير ما يشعر بروحه من التعب والصغار وغيره 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 وغيره. معلم بس شويه طماطم يعني نخدم انا تو ادخل عبي وحدك ادخل. شباب تو ما يخدمها لكش الخدمه ذي باش بشي يفيدها الدولة مو بالخدمة ولا لا مو بالخدمة. وين الخدمة ها عندي انا زوز متخرجين دبر لي لهم خدمة ترى باش هات هاي اشترى هاجرة الليبيا وطاليا فرنسا الناس رمات روحها في البحر قال لك فديت ما نعيش تونس ما عندي ما نعمل يولي يتكيف الزطلة يولي يزرق يولي يسكر يولي يفك بالسيف فهمتني ما عندوش ما يخدم ما نلومش عليه شباب تونس انا ما نلومش عليه. اقل موظف ياخذ في الزملين واش؟ هنا نمشي نصور نصور في 400 دينار. ومشبوا ال 400 دينار. ولا الرئيس الشاد حاط ساق على ساق في القصر فهمتني والناس تمروح عليه ويضرب في 30 مليون. تاع شنو تاخذ في 30 مليون؟ لو كان جيت انا نحكم والله ما نرجعها الناس كل كيف كيف. صحيح اللي يغلط يخلص. اما كمستوى عيش انت تاكل القاروص وتاكل عظم الحوت وانا ناكل الشكشوك عليه خاطر انت رئيس قريت على روحك نمشي معاك نميزك على حاجات اخرى مثلا شهريه كبيره ما يصيرش نمشي معاك. اما الطبقه الوسطى راهي حتى طول حتى ما نكذبش عليك حتى طول تو خير. علاش تنجم تتكلم حر قبل تتكلم تلفت لجنابك فهمتني يجيك بوليس يهزك يرميك ورا الشمس. ليه توا خير شنو البلاد توا مش هي رايضة لما يعملوا دستور ونعينوا رئيس وانتخبوا عليه وصوتوا عليه توا الناس كلها تريض. مو سرق صحيح يكون انسان راجل يخدم بلاده وشعبه